السلام عليكم ورحمة الله. يوشك رمضان الثالث أن ينقضي ولا يزال الانقلاب قائما وتداعياته مستمرة، ومع اقتراب العيد تتزايد الضغوط على الآباء وأولياء الأمور أملا في تلبية مطالب أطفالهم ولو في حدها الأدنى. ظروف معيشية صعبة يواجهها الناس، تساوى فيها الموظف مع سواه من حيث الاحتياج للمساعدات الإغاثية، حتى أصبح أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر. زاد الأمر سوءا توقف الرواتب لأكثر من 9 أشهر، ناهيك عن تراجع أكثر من 60% من الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن نشاطها في التخفيف من وطأة الفقر لمئات الآلاف في مختلف المحافظات. في ظل هذه الأزمات المتوالية، لا شك يحظر التعاون والتكافل الاجتماعي من خلال المبادرات المجتمعية والجهود الفردية، مع ما بقي من جهات خيرية وطوعية تسعى لمساعدة الفقراء. في حلقة اليوم نناقش قيمة التكافل الاجتماعي بين الناس، وكيف تأثر النسيج الاجتماعي بالوضع القائم مع انقطاع الرواتب. قبل النقاش اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من برلين الدكتور أنيس الدعيس، رئيس الجمعية اليمنية الألمانية للإغاثة، ومن عدن سكرتير رئيس الوزراء غمدان الشريف، ومن الحديدة الناشط الحقوقي غالب القديمي، ومن صنعاء الناشط في العمل الطوعي تيسير محمد، وأيضا من محافظة مأرب سليمان النواب أحد الناشطين الاجتماعيين. قبل النقاش أيضا سيكون معنا من تعز النقابي عبد الجليل الزريقي. قبل النقاش نذهب لهذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة عبر السكايب من برلين مع الدكتور أنيس الدعيس. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور. في البداية، كيف تتابع استقبال اليمنيين في العيد، لا سيما مع هذه الظروف المعيشية الصعبة، انقطاع الرواتب، أيضا العمل الإغاثي والإنساني ضئيل جدا وقد يكاد منعدم في بعض الأماكن؟ الحقيقة عندما نتابع الوضع المعيشي لأهلنا في اليمن، فعلا نصاب بكثير من الإحباط وبكثير من الألم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع إخواننا. طبعا نحن كمغتربين برغم بعد المسافات إلا أننا نلمس هذه المعاناة، خاصة أننا يعني كمنظمات إغاثية قريبين من معاناة الناس، فنشعر فعلا أن يعني إمكانيات الناس أصبحت في الحد الأدنى، قدرتهم على تلبية مطالبهم وتلبية الحد الأدنى من العيش أصبحت شبه معدومة. الأزمة أصبحت يعني تشمل فئات كثيرة من المجتمع اليمني، وهذا يعني للأسف الشديد لا يقابله جهد إغاثي كبير من المنظمة الإغاثية سواء الداخلية أو الخارجية، أو أيضا الجهد الحكومي للأسف الشديد يعني قليل جدا. للأسف هذه المعاناة الإنسانية، المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن للأسف غير منعكسة على العالم، تعتبر قضية شبه منسية لا يلمسها العالم. نعم. وهذا طبعا يعني يضاعف دورنا في التعريف بهذه المعاناة ومحاولة يعني جذب انتباه المنظمات الإنسانية العالمية لفك أو للتخفيف من هذه المعاناة. نعم، أين تكمن المشكلة دكتور من وجهة نظرك؟ هل هي بالجمعيات العاملة في الداخل؟ هل هي بالمنظمات العالمية الإغاثية التي لا تحاول أن تستقل معلومات من مصادرها وتحاول تقديم اللازم، أم في الحكومة الشرعية، أم في من؟ أنا أتصور أن العوامل كلها مجتمعة. هناك تقصير حكومي كبير، الجمعيات الإغاثية العالمية منشغلة بقضايا أخرى، الدور الإعلامي في اليمن للأسف يعني ما زال ضئيل جدا، لا يعكس حجم المعاناة ولا يعكس حجم الاحتياج. فكل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى الوصول إلى هذا الحال.
نحن كما ذكرت كمنظمة إغاثية نحاول بقدر المستطاع أن 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 نوصل هذه المعاناة إلى أبناء الجالية اليمنية في ألمانيا والعربية، ونجد حقيقة يعني تفاعل كبير جدا عندما يعني يلامس حجم هذه المأساة التي يعيشها أبناء اليمن. نعم، مقدار التفاعل معكم الدكتور أنيس في الدعم لليمن وتقديم الدعم الإغاثي والتعاون مع اليمنيين في ظل هذه الأزمة؟ الحمد لله، يعني كما ذكرت يعني عندما نصل إلى الناس وعن قرب ونوصل لهم هذه المعاناة نجد فعلا تعاطف كبير وتكافل كبير من أبناء الجالية اليمنية بدرجة أساسية وأبناء الجالية العربية والإسلامية هنا في ألمانيا. انعكس ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على دعم كبير لمشاريع الجمعية في هذا الشهر الكريم، واستطاعت الحمد لله رب العالمين الجمعية اليمنية للإغاثة والتنمية أن تنفذ عدد من المشاريع في اليمن. يعني نحن بقدر ما نسعد أن ننفذ بعض المشاريع إلا أننا أيضا نصطدم بحجم الاحتياج، يعني كما يقال اتسع الرق على الراقع، ولكن كما ذكرت بتكاتف المنظمات الإغاثية سواء الداخلية أو الخارجية وتكاتف يعني المنظمات الحكومية ربما نستطيع أن نتدارك الكارثة، وهذا ما نتمنى. نعم، طيب دكتور تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا من تعز النقابي عبد الجليل الزريقي. مرحبا بك عبد الجليل. أهلا، مساء الخير. مساء النور عبد الجليل. خرجتم اليوم بمظاهرة في أوساط شارع تعز، لماذا خرجتم بهذه المظاهرة ودعيتم لاعتصام في شارع جمال؟ والله هذا من بعد ما وصلنا إلى طريق مسدود وفاض السيل عن الزباء من قبل الشرعية للأمانة. طبعا هنا تعز الآن تعاني من وضع اقتصادي كبير، تشن عليها حربين بالأصح، لو نقول الحقيقة تشن حرب اقتصادية وحرب عسكرية عليها. فطبعا المرتبات سببت مشكلة، أنا 9 أشهر ما نستلمت مرتبات، الناس وصلوا إلى وضع اقتصادي يرثى إليه، ما يتحصلوش حق لقمة العيش، حق العلاقات لأسرهم طبعا. ووصلنا إلى طريق مسدود مع الشرعية ووعود متكررة دون جدوى، ورأينا أنه يتحتم علينا أن نتخذ مثل هذا القرار بعد التواصل المستمر مع الشرعية والوعود الكاذبة من يناير حتى هذا الشهر، على حتى هذه اللحظة. نعم، وباعتقادك هل هذه المظاهرات وهذا الاعتصام هل سيحرك المياه الراكدة؟ هل ستستجيب الحكومة لذلك؟ نقول للأسف الشديد نحن مع الشرعية قلبا وقالبا، ونوحي من أجل إعالة الكرامة ومن أجل استعادة الشرعية للبلد، الشرعية الدستورية، والشرعية تعرف تعز وحجم تعز وجماهير تعز. خرجنا في 11 فبراير وأسقطنا علي عبد الله صالح، وسنخرج وسنواصل الخروج والمستمر حتى تتم صرف مرتباتنا، وسنستمر بالخروج، وهم عارفين من تعز وهي ومن يقود. نعم، تعز أيضا مطالبكم كانت مقتصرة. شعب له إرادة. نعم، أكمل. نعم تفضل. شعب له إرادة، لا يمكن أن يركع أمام القنابل والمدفعية، ولا يمكن أن يركع أيضا أمام التجويع، لا يمكن. لكن في وسائل احنا اتخذناها اليوم، طرق سلميه مع الشرعيه، وعلى الشرعيه ان تراجع حساباتها والا سيسحب. نعم، البساط من تحتها. مطالبكم هي الرواتب فقط عبد الجليل، مطالبكم هي الرواتب. هذا اولا، المرتبات هي الاساس، لانه الظروف الاقتصاديه وصلت الى وضع نحن كنقابيين لا نستطيع ان نسكت او نصبر على اكثر من كذا، وتوقع علينا مسؤولية كبيرة، وبالتالي أصدرنا بيانات أمس وتحركنا، وطبعا دخلت الأحزاب السياسية معنا في هذا الاتجاه، وشكلت لجنة، واليوم اللجنة في عدن تقابل الأخ رئيس الوزراء. وطبعا نحن سنستمر في هذا العمل ونواصل مشوارنا حتى ننتزع حقوقنا. نعم عبد الجليل، اليوم أحرقتم صور لبعض الوزراء وأيضا على رأسهم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ما الذي جعلكم تصلون إلى هذه المرحلة؟
اي طبعا، هذا هو الناس قد هم اكثر مما تتصور. الناس وصلوا، شعرنا نحن طبعا بانه الناس تتخلى عن الشرعيه للامانه، ولا يعني لا يؤمنوا بالشرعيه ولا يؤمنوا بقراراتها ولا يتوقعوا منها ان تحل مشكله. وهذه رساله للاخ الدكتور احمد عبيد من دغر وبعض الوزراء الذي يتلاعبون ب تعز ومصالح تعز، منهم من لهم علاقه في اللجنات الاغاثه الدوليه وغيرها ايضا. نعم. صورهم معروفه، وهي كانت رساله للامانه من تعز لهؤلاء. الا تعتقد عبد الجليل بان هذه الخطوه ربما كانت غير موفقه، وانها يعني تعقد الوضع اكثر مما تخدم الوضع؟ والله الوجع الجوع اشد من اي خطوه سياسيه للامانه. الناس وصلوا الى حاله لارتالها، وهم طبعا عايشين بالفنادق وعندهم امكانيات، والناس يموتوا جوع في الشوارع، ما يقدروش يوفروا حق الادويه حق الكوليرا الان والاسهالات والامراض والمياه والايجارات. ما الناس عايشين في حاله يرثى في تعز، بس يتحملون من اجل الكرامه. هم لا يريد ابناء تعز لا يريدوا ان يستلموا ثمن كرامتهم، بل يدفعوا ثمن الكرامه، ولهذا سيستمروا. ولكن ايضا امام هذا الصمت من الاخ الدكتور بن دغر او رئيس الوزراء، بصراحة أنا أتوقع أنه بيكون أكثر حدية بهذا الاتجاه. نعم. كانت صورة وغير صورة، لأنه نحن كنقابات وأحزاب سياسية شعرنا أنه ما عشنا بتخرج الأمور على سيطرتنا للأمانة. أقول هكذا، وأتمنى أن يسمعها الدكتور أحمد عبد بن دغر، وأتمنى أن يسمعها رئيس الجمهورية. أشكرك عبد الجليل الزريقي النقابي، كنت معنا من محافظة تعز، وينضم إلينا الآن سكرتير لرئاسة الوزراء الأستاذ غمدان الشريف. مرحبا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا أخي العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ غمدان. ربما سمعت ما تحدث عنه الأخ الزريقي من تعز، والجميع هناك ربما نقمة كبيرة أمام الحكومة ووعودها الذي وصفت بالكاذبة. أكثر من مرة يصرح رئيس الوزراء وللأسف لا يتم صرف أي رواتب. كان آخر تصريح قبل رمضان في نهاية شهر شعبان بأنه في رمضان سيتم صرف الرواتب. رمضان انتهى، الآن تصريح جديد بأنها ستصرف الرواتب قبل العيد. هل فعلا ستصدق هذه المرة رئاسة الوزراء بصرف رواتب الموظفين؟ أخي العزيز، كل يعرف ظروف التي عاشتها اليمن وما آلت إليه بسبب الانقلاب. أما بالنسبة لسؤالك حول مواعيد الحكومة، الحكومة هي تصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين كذلك في جميع المحافظات المحررة بانتظام نهاية كل شهر. أنت تتحدث عن محافظة تعز، ومحافظة تعز قامت الحكومة وصرفت مرتبات التربويين في تعز، وعملت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أن تكون تعز محافظة محررة ويصرف فيها جميع المرتبات. مشكلتنا في الحكومة إن هناك هي الإيرادات التي تستحوذ عليها الميليشيات الإنقلابية، وتعرف وتيجن أن الميليشيات الإنقلابية تأخذ 60% من الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة الشرعية. بالنسبة لمحافظة تعز، رئيس الوزراء وجه قبل أسبوعين وليس قبل شهرين بصرف مرتبات المدنيين في الجهاز الإداري كامل في محافظة تعز، وأعلنت وزارة المالية قبل يومين على لسان نائب وزير المالية أنه سيتم تحويل هذه المرتبات عن طريق وزارة المالية. هناك عائق كبير في وصول حتى رواتب المدنيين، وعوائق كثيرة من ضمنها نقل هذه الأموال إلى محافظة تعز. أشياء كثيرة الحمد لله تم تجاوزها. تصريحات رئيس الوزراء أستاذ غمدان، تصريحات رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر كانت لجميع المحافظات بما فيها المحافظات التي تخضع للإنقلابيين. هذا تم إرسال 12 مليار ريال إلى هذه المحافظات، ونتيجة هذه الأموال التي تم إرسالها لم تحصل الحكومة الشرعية على ريال واحد من الإيرادات. طالب رئيس الوزراء وجه خطاب مباشر إلى الإنقلابيين بعدم استخدام قوة الناس وأوجاعهم في المعركة، في هذه المعركة. طالبهم بالإيرادات، طالبنا من الأمم المتحدة، طالبنا من جميعهم. نحن بادرنا بدفع المرتبات في المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين، أرسلنا 12 مليار، ولكن للأسف الشديد الإيرادات لم تجي. الحكومة ليس لديها
الإمكانيات المتاحة. نسبة الإيرادات التي تصل إلينا مقارنة بالإيرادات التي تصل إلى الإنقلابيين 40%. نحن بادرنا ولكن يجب أن يكون هناك ضغط بالإيرادات. أخي العزيز، الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات للمحافظة الجمهورية كاملة في ظل الظروف التي نعيشها حاليا، لأن نسبة الإيرادات التي تصل إلينا تكاد تكون شبه معدومة أو تكاد تغطي هذه المحافظات المحررة. نحن ملزومين جميع أبناء الشعب اليمني ونحاول أن نفي بهذه الالتزامات، ولكن نحن نطالب المجتمع الدولي ونطالب الأمم المتحدة أن تضغط على هذه الميليشيات الإنقلابية التي تصادر هذه الإيرادات. نعم. وتسخرها لقتل الشعب اليمني. سنظل نؤكد لك أخي، طيب أستاذ غمدان، سنظل نطالب ولن نتخلى يوم واحد عن مواطن يمني أو موظف. نعم. إذا كانت الحكومة أستاذ غمدان، نعم، إذا كانت الحكومة غير قادرة على صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة حتى في المحافظات التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين، إذن السؤال لماذا يصرح رئيس الحكومة أكثر من مرة بأنه سيتم صرف الرواتب لجميع الموظفين في الجمهورية اليمنية، والجميع يعني ينتظر متى سيصدق رئيس الوزراء بصرف هذه الرواتب؟ إذا كانت القدرة غير يعني غير مستعدة، لماذا لا تكون واضحة وصريحة مع الجميع؟ تصريح رئيس الوزراء في وسائل الإعلام موجود ومتبادل في وكالة الأنباء اليمنية سبا، أن الحكومة ملتزمة بسداد رواتب جميع الموظفين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، وعلى الميليشيات الإنقلابية أن ترسل الإيرادات إلى البنك المركزي عدن. أخي العزيز، نحن دفعنا المرتبات ولكن لن يعني الإمكانيات غير متاحة لدفعها الآن. محافظة تعز، محافظة وأحب أذكر لك أن في محافظة صنعاء، العاصمة صنعاء، أننا دفعنا المرتبات للجامعات، للتربويين، وكذلك للقضاء، وكذلك محافظة تعز بقرار مجلس الوزراء وبتوجيهات من فخامة الرئيس أن محافظة تعز التي رواتبها الشهرية 4,800,000,000 ريال ستكون، نعم، أحد هذه المحافظات المحررة. كذلك نحن ندفع فاتورة شهرية هي مرتبات الجيش والأمن 37 مليار ريال، 450 مليون ريال سعودي ندفعها شهريا، وهي مرتبات الجيش والأمن. نعم. والتي أحيلت صرفها لوزارة الدفاع ويشرف عليها نائب رئيس الجمهورية. نعم. الفريق الركن علي محسن صالح. الحكومة تفي بتعهداتها، أوفت بجميع المستحقات للطلاب المبتعثين في الخارج دون استثناء، ولم تميز شخص عن شخص أو مكانه. نعم. أو فعله. نعم. نحن يجب علينا أن نعمل العمل المشترك، إعلام، مواطنين، جبهات، والضغط على هذه الميليشيات الإنقلابية بإنهاء الإنقلاب، بدفع الإيرادات أو مصادرة هذه الإيرادات. نعم. التي هي ملك للشعب اليمني ودفعها البنك المركزي. يجب علينا أن نتحرك بهذه الخطوة، أن نضع جهودنا. نعم. وأن نتجه باتجاه واحد. يجب أن نكون داعمين للحكومة الشرعية في هذه المحنة وهذا المأزق الذي يعيشه شعبنا اليمني جراء هذا الحرب العبثية. نعم. التي شنها طيب سلغم دان. الإنقلاب. نعم. ربما يعني أنتم تابعتم في نقطة طيب أستاذ غمدان، في نقطة هامة، إذا استمرت. نعم. هذه الإيرادات إلى هذه الميليشيات الإنقلابية، أنا أؤكد لك أن الحرب لن توقف وستطول. يجب علينا أن ننتزع هذه الإيرادات من هذه الميليشيات الإنقلابية ونسخرها لصالح المواطن اليمني والموظف البسيط الذي هو من سينتزعها. أنتم في الحكومة الشرعية، أنتم في الحكومة من تنتزعونها، أما المواطن المسكين الغلبان على أمر في هذه المحافظات، ما الذي بيده حتى يساعدكم في ذلك؟ نحن نقاتل هذه الميليشيات الإنقلابية، نحن الآن في جبهات القتال بيننا وبينهم، ونحن دعونا إلى السلام ولكنهم لم يستجيبوا له، وكذلك سوف ننتزع. طيب أستاذ غندر، حتى لا نتشعب الموضوع، نعم، ربما إذن كيف كانت يعني متابعتكم لإحراق صور رئيس الوزراء وبعض الوزراء في الحكومة الشرعية اليوم في تعز، والدعوة للاعتصام المفتوح حتى يتم صرف الرواتب؟ أخي العزيز، من قام بهذا لا يعبر عن تعز الأصيلة، عن تعز الصامدة، عن تعز الحالمة. تعز الصامدة والحالمة هي تقاتل من أجل مشروع اليمن، من أجل الجمهورية. توجيهات فخامة الرئيس ورئيس الوزراء والكل سمعها أن هناك المرتبات ستصرف وبانتظام شهري ابتداء من هذا الشهر. هناك من يعب، هناك أخطاء شخصية من يعبها لا يعبر عن أبناء تعز. أبناء تعز هم يقاتلون من أجل الجمهورية ومن أجل الوحدة. الجوع والأوضاع المعيشية الصعبة أستاذ غمدان هي ما جعلتهم يصلوا إلى هذه المرحلة. سؤال أخير فقط ودعك فيه أستاذ غمدان،
هل فعلا سيستلم الموظفين راتب قبل العيد؟ لم يبقى إلا 5 أيام للعيد، هل سيستلموا راتب فعلا أم هي وعود مثل الوعود السابقة؟ لم تكن توجيهات رئيس الوزراء وعود، بل هي منفذة، وأهل تعز هم استلموا موظفي التربية والتعليم 3,500,000,000 تم تحويلها الأشهر الماضية. تم تحويل هذه المستحقات حق محافظة تعز. أنا أؤكد لك الآن أن أبناء محافظة تعز جميعهم الجهاز الإداري سيستلم مرتباته. اليوم تم مناقشة صرف مرتبات الجيش والأمن في محافظة تعز، وتم بثه في قناتكم أخي العزيز. سيستلم جميع الجهاز الإداري في محافظة تعز قبل حلول عيد الفطر المبارك. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء على مشاركتك معنا وسعة صدرك، وأعود إلى برلين عبر السكايب مع الدكتور أنيس الدعيس. دكتور أنيس، هل فعلا ما طرحه الأستاذ غمدان من يعني ما سبب الانقلابيين وعدم صرفهم للإيرادات وإيصالها للحكومة الشرعية هو مبرر كافي لعدم تحمل الحكومة مسؤوليتها وصرف الرواتب للموظفين في هذه المحافظات؟ طبعا لا شك أن الحكومة نعلم أنها تعاني من شح كبير في الإيرادات، وهذا الأمر معروف. ونحن التقينا برئيس الوزراء عندما زار ألمانيا الشهر الماضي، لكن نحن يعني ننتظر من الحكومة الشرعية ومن أن يكون هناك يعني برنامج واقعي عملي للتخفيف من معاناة الناس. الناس كلها تعيش في أزمة، هذه الأزمة للأسف الشديد لا تنعكس بشكل كامل على كل أطياف المجتمع اليمني. هناك يعني فئات في المجتمع اليمني مطحونة، هناك فئات من المجتمع اليمني فعلا وصلت إلى مستويات مروعة من الفقر والعوز والاحتياج، لا يقابل ذلك جهد حكومي. يعني كل البلدان تعاني من أزمات، هذه الأزمات يتم معالجتها بإجراءات عملية حكومية، إجراءات تقشف. هذه الإجراءات هدفها تخفيف معاناة الناس. هذا الأمر للأسف الشديد لا نلاحظه في اليمن ولا في الحكومة الشرعية، وهذا فعلا يضعهم أمام مسؤولية كبيرة أمام الشعب اليمني الذي يعني يساند هذه الشرعية ويتمسك بها حتى نخرج من الجريمة الكبرى وهي جريمة الانقلاب. طيب دكتور، تكرم بالبقاء معي. نذهب الآن لمتابعة هذا الاستطلاع الميداني المصور عن موضوع الحلقة، كيف يستقبل اليمنيون العيد مع هذه الظروف الصعبة وانقطاع الرواتب، ومن ثم نكمل النقاش. ابقى معنا، وأيضا سينضم إلينا بعض الضيوف من صنعاء والحديدة. يعني حسب ظروفنا، كل واحد حسب ظروفه. الملابس يعني غالية، ملابس الأطفال بالرغم أنما الكبار ممكن واحد يلبس له قميص السنة الماضية أو بدلة وانت العيد. أهم شيء أننا نحن نريد الأجر حق الصيام من رب العالمين. بالنسبة للغلب للعيد كمان الآن يعني تجي البدلة في 6 في 7 والواحد يكون معه 6 في 7 أطفال، كم بيعيش؟ والآن الزبائن يعني عندهم يعني المشتريات كلها غالية، تجي انت أجر تم عرضيش يجيب لك دينة عهدة قبل أنه يجيب لك دينة. في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها مدينة تعز ويعيشها أبناء تعز، كان للتكافل الاجتماعي دوره الحاضر، فلو لم يكن التكافل الاجتماعي لكان الوضع أشد حرجا وأكثر مأساة. تعز هذه الأيام بفضل الله لدينا من المؤسسات والمبادرات الكثيرة التي تعمل على إغاثة المدينة، وهناك من الناس المبادرين من أهل السعودية ومن أهل دول الخليج بشكل عام من يعملون على إرسال الإغاثات ويعملون على مساعدة الشعب اليمني. رغم الألم والمآسي والظروف التي يمر بها الشعب اليمني، لكن نجد أن روح التكافل الاجتماعي تتجسد مشاهد يومية في المجتمع اليمني، وعلى وجه الخصوص ما نشاهده بمحافظة مأرب من روح التكافل الاجتماعي، سواء عن طريق المشاريع الخيرية التي تنفذ أو عن طريق البذل والعطاء اللي يقدمه الخيري أصحاب رجال الأعمال والخيريين بالمحافظة، بالإضافة إلى ما نشاهده من مظاهر
تبعث على الراحة والإطمئنان في الجانب التكافل الاجتماعي. كما يتواجد التكافل في بين البين في ظل هذه الحرب وفي ظل هذا الزمن المريب يتواجد، وخاصة في رمضان يتكافل الناس، هذا يتفقد. حياكم الله مشاهدي الكرام. إذا تابعنا هذه التصريحات الميدانية التي لخصت مقدار التكافل الاجتماعي في العديد من المحافظات مع انقطاع الرواتب وزياد حاجة الناس. ينضم إلينا الآن من صنعاء تيسير محمد، هي ناشطة في العمل الطوعي. مرحبا بك أخت تيسير. أهلا وسهلا أستاذي. أهلا بك تيسير. كيف تجري الأمور في صنعاء مع قدوم العيد؟ الناس بلا رواتب، الوضع المعيشي صعب، وأنتم تعملون في المجال الطوعي والخيري. والله يا أستاذي الوضع لا يخفى عليكم، يعني بعد هذه الحروب والأوضاع السيئة اللي حصلت في العاصمة، بس يعني جهودنا يعني لا زالت لا شيء، يعني تجاه يعني احنا بنسوي اللي نقدر عليه والوضع بيمشي. كيف بيمشي تيسير؟ ايوه اسمعك. الوضع بيمشي على اي حال يمشي الوضع؟ احنا بالنسبه لنا الشباب بنعمل اللي نقدر عليه، يعني في شباب بيشتغلوا في موضوع الاغاثه، شباب بيزوروا الايتام، شباب بيشوفوا الاسر اللي عندهم، وكل شباب بيقدم اللي يقدر عليه، رغم انه اصلا الاوضاع تقريبا قدي على الكل. نعم. الوضع سيء، انتشر يعني بشكل كبير. نعم. الأشكال للمعاناة من خلال نزولكم الميداني تيسير مع بعض المبادرات الشبابية العاملة في المجال الطوعي، رأينا بصورة بعض ما لقيتموه في الميدان من مآسي ومعاناة واحتياج للناس. جدا جدا، يعني الوضع يا أستاذي الآن في العاصمة جدا سيء، يعني احنا ننزل الآن ونشوف الوضع، الأسر اللي تبين أصلا وضعها، في أسر مش عارفين عنها حاجة، يعني يمكن ما يلاقوش الأكل، لا الآن في رمضان ما يلاقوش فطور سحور، الوضع جدا سيء. فالشباب المتطوعين الآن بيقدموا أقل واجب يعني، وطبعا ما بيغطوش الكل، لأنه الأيتام الآن والأسر المتضررة جدا كبير عددهم. نعم. الإغاثة التي تصل إلى صنعاء من المنظمات الدولية هل توزع للمستحقين؟ هناك أخبار تقول بأن ربما معظم هذه المعونات الإغاثية تتصرف بها الميليشيا وتذهب لغير المحتاجين. والله يا أستاذي أنا يعني بالنسبة للشباب اللي احنا بنشتغل في معاهم تقريبا وجود شخصية، يعني الآن في مبادرات تأخذ الأسر المتضررة في الحارة نفسها ويبدأوا الشباب يغطوا الحارة، وكلهم متطوعين. بالنسبه للاغاثات في بعض الاغاثات ما بتوصلش للاسر. نعم. وفي بعض المنظمات، بس تقريبا احنا كشباب نشتغل الان على الحارات، يعني الان المنظمات والاخبار هذه ما بتخش في هذه الدرجه، فبدانا كل شباب مثلا في الحاره يبدا يشوف المتضررين من الحاره نفسها، الناس. نعم. الفقيره، الناس المحتاجه، تبدا كل شباب حاره يغطوا الحاره حقهم. نعم. احتياجات العيد وملابس العيد هل باعتقادك وصلت لمعظم هؤلاء المحتاجين في هذه الأماكن، أم لا زال هناك نقص واحتياج كبير؟ جدا جدا نقص في هذا الشيء، يعني الآن احنا نشوف الآن رمضان في بعض الناس ما قد بيفكروش أصلا في العيد، ايش حيلبسوا، ايش كيف حيقضوا أيام العيد، الآن نفكر انه كيف يمشي أصلا رمضان. نعم. تيسير، سؤال أخير فقط أودعك فيه. اليوم في تعز حدثت مظاهرات والدعوة للاعتصام ويعني مطالبة بصرف الرواتب واحتياجات ضد الحكومة الشرعية، هل باعتقادك في صنعاء ستنظم مثل هكذا فعاليات تطالب بصرف الرواتب، تطالب بفاعلية العمل الإغاثي، عودة الحياة إلى طبيعتها، أم لا؟ لا 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 أظن ذلك. نعم. شكرا جزيلا لك الناشطة في العمل الطوعي الأخت تيسير محمد، كنت معنا من صنعاء. وأعود إلى برلين مع الدكتور أنيس الدعيس. دكتور أنيس، أنت أيضا باعتقادك هل فعلا ربما يعني يتحرك المياه الراكدة تتحرك في صنعاء وفي المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا
مع الجوع، مع الفقر، مع الاحتياج الشديد للغذاء والدواء، وتقوم هناك يعني أشكال من المظاهرات والاعتصامات والمطالبة بالحقوق في هذه الأماكن. أتصور أن هذا الأمر غير بعيد، يعني لأن يعني قدرة الناس على التحمل وصلت إلى المستوى يعني الأدنى، يعني فلا أتصور أن الناس ممكن أن تتحمل أكثر من هذا. وعلى يعني السلطات في صنعاء أو حتى في مختلف المحافظات اليمنية أن تراعي حاجة الناس، وألا تنتظر حتى يخرج الناس إلى الشوارع أو حتى أن الناس يبدأوا في اعتصامات، إنما تقوم هذه السلطات بواجباتها في التخفيف من معاناة الناس، أو على الأقل يعني إتاحة الفرصة للناس أنها يعني تعود إلى حياتها الطبيعية. الإشكالية الموجودة حقيقة اللي نلاحظها من خلال الاستطلاع الذي يعني أو من خلال المداخلات، نلاحظ أن هناك فعلا يعني احتياج كبير، ولكن مقابل هذا الاحتياج لا توجد لدينا. نعم، إذن دكتور أنيس ربما هناك إشكالية في التواصل معك، سنعود للاتصال بك أكيد. إذن ينضم إلينا الآن من محافظة الحديدة الناشط الحقوقي غالب القديمي، مرحبا بك غالب. حياك الله أخي. أهلا ومرحبا غالب. محافظة الحديدة كيف تجري فيها الأمور مع قدوم العيد، مع الاحتياج الكبير للمواد الغذائية، لكسوة العيد، الوضع الصحي؟ صف لنا الوضع في الحديدة. أخي الحبيب، محافظة الحديدة هي المحافظة المنسية المنكوبة على مستوى اليمن كامل، هي المحافظة المنهوبة في نفس الوقت. أبناء الحديدة دائما يمتازون بالتكافل الاجتماعي، يمتازون بالتعاون والتراحم فيما بينهم، إلا أن الوضع زاد على حده. مرتبات منذ 9 أشهر لا توجد، جمعيات خيرية أغلقت تماما بل بعضها نهبت، مبادرات شبابية ومنظمات اللي تعمل وتحاول تطارد حتى في الأزقة في الحارات، وتمنع من مد يد العون إلى الفقراء والمساكين. وضع الحديدة حقيقة يدمي القلب. نعم. موجع جدا حين تتصل بك أسرة من الأيتام التي كنت تكفلهم أو تكسيهم كل عيد، أنهم لا يجدون ملابس العيد، لا يجدون السلة الغذائية التي كانوا يتقاضون من الجمعيات الخيرية التي أغلقت. لا أدري كيف أصف. المصيبة أن الحديدة أصبحت منكوبة أكثر من اللازم. نعم، دائما ما نسمع غالب عن الحديدة ومعاناة الحديدة، والجميع يتحدث عن هذه المحافظة، حتى الأمم المتحدة، حتى المنظمات الإغاثية المحلية والدولية. هذا الزخم الإعلامي والاهتمام الكبير من الجميع لمحافظة الحديدة، هل ينعكس ذلك على أداء هذه المنظمات الإغاثية في الميدان ويصل للمحتاجين؟ أخي الحبيب، كله كلام إعلام. ميليشيات الحوثي والمخلوع أنشأت وحدة أو إدارة عامة باسم الوحدة التنفيذية في المحافظة، لا تستطيع أي منظمة سواء دولية أو محلية أن تعمل في مجال الإغاثة إلا عن طريق هذه الوحدة، ويشرف عليها في كل مديرية مشرف ومندوب من هذه الوحدة. لا تصل إلى المحتاجين كامل أبدا، بل بعضها تنهب، كما نهبت التمور قبل أسبوع أو أسبوعين وصودرت وحولت إلى الميليشيات في معسكراتهم وفي جبهاتهم، بعض كذلك تنهب. هم من يشرفون على كل شيء، لا تمر أي مساعدات إلا عن طريقهم. نعم، إذن لا تمر هذه المساعدة إلا عن طريقهم، يعني يأخذونها لهم، يبيعونها، لا يصلونها إلى المحتاجين في الحديدة، هذا ما تريد القول؟ لا تصل إلى المحتاجين، إما أن تباع وإما أن تؤخذ وتوزع لميليشياتهم المتواجدة في الجبهات أو في النقاط أو الذي تدير أمور المحافظة. نعم. نادر ما تجد البعض تباع. تصل هي التي تقوم بها المبادرات الشبابية، الشباب الذين يتعاونون في الحارات وينشئون مبادرات
يقومون بمساعدات، وفوق هذا يضايقون وتنهب وبعضهم يعتقل. نعم، إلى متى سيستمر ويتحمل الناس في الحديدة هذا الوجع وهذا الجوع والفقر والأوبئة التي تطالهم في محافظة الحديدة؟ أخي الحبيب، أبناء الحديدة مسالمون دائما. إلى متى؟ هذا سؤال طويل المدى، لا نعلم متى سيصحو أبناء الحديدة، متى سيقوم أبناء الحديدة بثورة جياع. وما حصل في أول رمضان أمام شركة الحباري خير دليل على أن أبناء الحديدة أصبح وضعهم لا يطاق. نعم، أشكرك جزيل الشكر ناشط الحقوقي غالب القديمي، كنت معنا من محافظة الحديدة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية للزميل وديع عطاء عن الميليشيا واستهداف العمل الإنساني في اليمن، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود إلى برلين عبر السكايب مع الدكتور أنيس الدعيس. دكتور أنيس، عشرات الآلاف من الأطنان والمواد الغذائية والطبية التي تصل إلى اليمن سواء عن طريق الأمم المتحدة أو المنظمات الإغاثية أو عن طريق مركز الملك سلمان وما شابه ذلك، هذه المواد الإغاثية والطبية والمعونات التي تصل إلى اليمن، لماذا لا تكون هناك رقابة أو يفعل الدور الرقابي من قبل الأمم المتحدة من أجل أن تصل للمحتاجين، لا أن تصل إلى يد الميليشيا ويتم بيعها أو صرفها عن طريق يعني مشرفيهم لأصحابهم وفقط؟ هذا ما نتمناه وما نطالب به منذ بداية الأزمة، أن يكون هناك يعني هيئة رقابية تنفيذية من خلالها يتم توزيع المعونات الغذائية إلى جميع المحتاجين في كل المحافظات اليمنية. لكن للأسف الشديد هذا الأمر يعني حتى الآن لم يحصل، ونتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر بجهود المنظمات الدولية وأيضا الحكومة اليمنية، أن تسعى فعلا إلى أن يكون هناك يعني مساحة يعني متاحة للمنظمات الإغاثية والدولية أن تمارس عملها بكل حيادية وبكل سهولة، لأنه المشكلة الميدان أو الصعوبات الميدانية تعيق
كثير من عمل المنظمات الإغاثية، مما يؤدي إلى تأخر هذه المعونات أو عدم وصولها إلى مستحقيها. وهذه فعلا يعني شيء ملاحظ ونلاحظه نحن، يعني ونحن نتابع العمل الإغاثي بشكل يومي. ألا يعد هذا دكتور أنيس تماهي من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة مع الميليشيا وعدم رقابة فعلية فعلا من أين تصل للمحتاجين؟ لا أريد أن أسميه تماهي، ولكن أرى أنه تقصير، أو أن هذا الأمر لم يعطى الأهمية التي تستحقه. الأزمة الآن أصبحت الآن 3 سنوات وليس هناك يعني أفق لحلها. الذي يعانيهم المواطنين العاديين، يعني الطبقة الوسطى الآن شبه يعني معدومة. نعم. أصبح غال يعني أكثر من نصف السكان محتاج لهذه المساعدات. نعم. الإغاثية. طيب دكتور. لذلك لابد من جهد مضاعف لحل هذه الإشكالية. نعم دكتور أنيس الدعيس رئيس الجمعية اليمنية الألمانية للإغاثة، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، وعودة هذه المرة إلى محافظة مأرب مع الناشط في العمل المجتمعي سليمان النواب. مرحبا بك سليمان. حياك الله أخي بشير، وخواتي مباركة عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين الكرام. مرحبا بك سليمان. يعني الصورة أصبحت واضحة ربما في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا والمعاناة التي فيها. مأرب ربما هي النموذج الأمثل في المحافظات المحررة. كيف تبدو الحياة، التكافل الاجتماعي، حضور الدولة، تلمس احتياجات الناس في هذه المحافظة؟ أخي بشير، يعني تبدو الحياة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في مأرب نوعا ما أفضل من المحافظات المحتلة. يعني مثلا نتحدث عن السكن وغلاء الإيجارات وما إلى ذلك، فتجد مثلا في البيت الواحد يسكنوا 3 من عوائل متفرقة، يعني نتيجة غلاء البيوت يعني الخيالية اللي نتحدث عن بيت يعني يوصل $300 إلى $400، يعني وأن تعرف الشعب اليمني لا رواتب ولا أعمال. فمثل هذه يعني تبدو نوعا ما مرضية. أيضا الجمعيات الخيرية هنا متواجدة بشكل كبير جدا، لكن هناك شكاوى، يعني بعض الشكاوى من النازحين من أن الإغاثة لا توزع بالشكل المطلوب. مركز الملك سلمان هنا يقدم يعني خدمات كبيرة جدا، نتحدث عن وصول 20,000 سلة غذائية في هذا الأسبوع إلى مأرب، ويتم توزيعها على جميع المديريات في مأرب. نعم. هنا يعني التكافل الاجتماعي وإن كان أثر عليه الحرب أو يعني الناس هنا يعني أغلبهم نازحين، يعني نقول 95% من سكان مأرب الآن هم من النازحين. نعم. تبدو مرضية. نعم. يعني لحد ربما سليمان. نعم. أهم المشاكل التي يعني يعاني منها النازحون في محافظة مأرب بصورة رئيسية، وأيضا دور الحكومة أمام هذه المعاناة وأمام هذه المطالب. يعني المشاكل الرئيسية هي عدم إيجاد، يعني لا يوجد بيوت. مأرب كانت محافظة صغيرة جدا تتسع ل 25,000 مواطن، أتحدث عن المدينة، الآن يسكنها أكثر من 1,400,000 حسب آخر إحصائيات. يعني البيت اللي يعني الذي من المفترض أن يكون إيجاره 25,000 يمني، الآن تحصله 150,000 200,000. الكثير لا يستطيع أن يستأجر. الكثير يعني تجد من 3 عائلات إلى 4 عائلات في البيت الواحد نتيجة ارتفاع. نعم. يعني جنوني جدا في الإيجارات. الحقيقة لا يوجد للسلطة المحلية ولا يوجد أي دور في تنظيم مثلا البيوت أو ما شابه أو المساكن. دور السلطة المحلية غائب جدا، ونحن هنا نوجه رسالة لهم أنه يعني يجب أن يكون هنا قانون يعني يضبط المؤجرين، لأنه لا يعقل أن تدفع يعني مبالغ مثلا مالية مقدمة. يعني إذن سليمان، هناك استغلال من مالكي العقارات والمنازل في محافظة مأرب مع غياب دور الجهات الرسمية لتأطير هذا يعني الجنون في الأسعار وعدم متابعة من قبلهم. نعم، هناك يعني هناك غياب واضح وتام جدا للسلطة المحلية في مسألة تنظيم الإيجارات، وهناك أيضا جشع من أصحاب البيوت. يعني مثلا أنت لمن تريد تستأجر في مأرب عليك أن يعني تبحث لمدة شهر، ثم تجد بيت تدفع مقدما إيجار 6 أشهر وبسعر يعني خيالي جدا.
هنا السلطة المحلية دورها غائب تماما، وعليهم يعني أن ينظموا مسألة الإيجارات، لأن أشكرك. كل الناس نازحين وأغلب الناس شهداء. نعم سليمان النواب الناشط في العمل المجتمعي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة مارب. ولم يبقى في ختام الحلقة إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة بصفحة البرنامج على الفيسبوك، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ فؤاد الصلوي، يعلق بالقول: لم يتبقى في هذا الوطن غير التكافل والتعاون بين أبنائه بعد توقف عمل الحكومة ومسؤوليتها تجاه أبناء الشعب والوطن، ويعتبر التكاتف والتعاون سمة عظيمة يتصف بها اليمنيون، وهذا ملاحظ بشكل واضح وخاصة في الجمعيات الخيرية والمساجد على نطاق الحي الواحد. فؤاد الصلوي. تعليق آخر أيضا من أصدقاء البرنامج، الأخ نبيل زلخفان، يعلق بالقول: يا أخي قد الشعب كله في حالة ما يعلم بها إلا الله، من بين 7 بيوت تحصل بيت واحد مستور الحال، والباقي يا رحمته لهم. نبيل زلخفان يعلق بهذه اللغة التي تعبر عن وجع وألم كبير. الأخت أزهار البنفسج تعلق بالقول: بصراحة لولا طيبة قلب أعظم اليمنيين ما كنا شفنا أي تكافل. وأضرب المثل بأهل محافظتي تعز العز، رغم البؤس اللي يعيشوه والمعاناة من سنتين وأكثر، إلا أنهم عايشين وبلا رواتب، ولكن كل شخص واقف مع الآخر، وخاصة في رمضان، ووجبات الإفطار توزع بكل مكان وفي كل المساجد، لدرجة أنه حسيت أن الأزمة انتهت وعدنا لأحسن مما كنا عليه. أخت أزهار البنفسج. تعليق أخير من صديق البرنامج الأخ حسن عباس: بدأت العائلات بشراء ملابس العيد، إلا في وطني فهي تشتري الأكفان لدفن أبنائهم، حسبي الله وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا تعليق أخير من صديق البرنامج حسن عباس، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. شكرا لضيوفي، كان معنا عبر السكايب الدكتور أنيس الدعيس رئيس الجمعية اليمنية الألمانية للإغاثة، الشكر أيضا للسكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف، وللناشط الحقوقي غالب القديمي من حديدة، ومن صنعاء الناشطة في العمل الطوعي تيسير محمد من مأرب، أيضا الشكر للأخ سليمان النواب الناشط الاجتماعي، وكذلك الشكر للأخ النقابي عبد الجليل الزريقي كان معنا من محافظة تعز. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتج البرنامج الزميل أسامة عادل، وكافة الطاقم الفني. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من بين قوسين، حتى الملتقى، خواتم مباركة، حفظكم الله والوطن.